أيها الحفل الكريم عشاق الأصالة والتراث، تتواصل التحديات والانطلاقات. شوطنا السادس الخاص بالقعدان الفطامين، مسافتنا هي 1500 متر. شوط خاص بالقعدان الفطامين، المشتركات تسير مع البداية مع المركز الأول. هنا مغادر من يتقدم، حميدة بن علي بن مويز الدرع، ولكن انخطب من قبل موفق أحمد بن علي بن سعيد الدرع من يأتي، ولكن أيضا الوصول والتقدم في هذه اللحظات. مدير حامد بن صغيرون الدرعي بينما المركز الثالث القادم المنطلق الواصل في هذه اللحظات متعب من يتقدم، ليح بن علي بن سلطان الدرعي من ياتي على المركز الثالث، ولكن اعود عند البدايه عند المركز الاول. حامد بن صغيرون من يقدم للانطلاقه، مدير على المركز الاول، مدير هذه الانطلاقه، ولكن القادم موفق. والله يوفقك يا راعي، موفق ويوفق موفق معاك وجميع المشاركين في هذه الانطلاقه، يوفق الجميع. هنا موفق القادم احمد بن علي بن سعيد الدرعي، الله الله، ارصد حامل رقم 9 القادم من المناطق الخلفيه، شاهين خليفه بن محمد بن خليفه الدرعي، الله. وايضا هنا المتعب فليح بن علي بن سلطان الدرعي، الله الله، على هذه الانطلاقه ارصد حامل رقم 9 وركز لي عليه، عابر من المركز الرابع الى الصداره الى المقدمه الاولى، ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقه والبدايه. شاهين خليفه بن محمد بن خليفه الدرعي، سق الله دارك على هذه العروض الذي قدمه شاهين امام خط النهايه، امام الفوز والانتصار. الله الله على هذه العروض وعلى هذا المسار، فرد وباعد عن بقية المراكز. تهانينا والناموس لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لخليفة بن محمد بن خليفة الدرعي، المركز الثاني أيها الحفل الكريم، ثاني المراكز وصل اللي هو متعب ليح بن علي بن سلطان الدرعي، المركز الثالث شاهين احمد بن سيب الغاوي الدرعي. اذا ايها الحفل الكريم تهانينا، والتوقيت الزمني دقيقتين 15 ثانية 79 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. اذا تهانينا ايها الحفل الكريم للملك شاهين خليفه بن محمد بن خليفه الدرعي، اسعد الله صباحك على هذه العروض.